إذن يتم استهدافنا الآن بقذائف الدبابات المدفعية وبرجمات الصواريخ الروسية بالإضافة إلى الطيران الروسي الذي لا يكف عن التحليق في سماء المنطقة. يظهر في الخلفية قريتي خربة الزواري وكفر حداد. الآن عصابات الأسد تقوم بقصف المنطقة التي استطاع أبطالنا تحريرها ليلة أمس، تقوم باستهدافها برجمات الصواريخ وقذائف الدبابات. إذن كما كنت أتكلم، يظهر في الخلفية قريتي خربة الزواري وكفر حداد اللتان تحررتا فقط ليلة أمس. معنا الآن أخونا أبو حازم وهو أحد القادة العسكريين في جيش الفتح أحرار الشام. أخونا أبو حازم السلام عليكم. مبارك ما حررتم، لو تشرح لي عن كيف تمت عملية التحرير وأسماء المناطق التي تحررت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، يعني بعد الهجمة الشرسة من كل الدول والجنسيات التي تآمرت على هذا الشعب، استطعنا بفضل الله عمل خط دفاعي قوي في وجه هذه الهجمة الشرسة البربرية، ومن ثم الانتقال إلى الهجوم المعاكس. وبفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا ليلة أمس تحرير تلة البقارة التي تعتبر من أهم المواقع الاستراتيجي، والانطلاق إلى مواقع ثانية إن شاء الله، وقرية الزواري وقرية كفر حداد. وبفضل الله نستعد الآن بإذن الله لتحرير دادين وقريط والحاضر بإذن الله. بإذن الله. يعني خلال عمليات القتال أنتم حررتم تقريبا 11 منطقة، هناك تلممو وهناك يعني العزيزية وقرى أخرى يعني استطاع جيش الفتح تحريرها. يعني خلال هذه المعارك كلها، هل يعني كنتم تقاتلون عصابات الأسد أم ميليشيات طائفية كما سمعنا من إيران ولبنان والعراق؟ أخي، لحد الآن القوات النظامية، لا يوجد في هذه المنطقة أي للقوات تواجد القوات النظامية، بل هي على العكس هي قوات أفغانية وقوات مرتزقة إيرانية وقوات أفغانية وروسية، وكل الجنسيات متواجدة هنا، وأخص بالذكر حركة النجباء العراقية اللهم لعنهم إن شاء الله. والحمد لله هذه المنطقة كانت مستلمة من قبل قوات إيرانية وقوات النجباء العراقي، بفضل الله دحروا كالجرذان أمام ضربات المجاهدين في هذه التلة والمناطق الحوالية إن شاء الله. نلاحظ كثافة في القصف، نلاحظ الطيران الروسي على الأرض والميليشيات الطائفية من مختلف الجنسيات على الأرض، ومع ذلك استطعتم التقدم. كيف هي معنوياتكم، وهل أنتم عازمون على تحرير كامل الريف الجنوبي لحلب؟ بإذن الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، جيش الفتح عاد إلى هذه المنطقة بقوة بإذن الله، مستعد وأبدى هذا الأمر من مبارح ليلة أمس بالتواجد في هذه المنطقة، استطاع مباشرة من تشكيل غرفة عمليات والانطلاق وتحرير مناطق متعددة، والمجاهدين بهمة عالية تحرير كافة المناطق هنا بإذن الله الريف الجنوبي بإذن الله. ما هي إلا أيام قليلة، والمنطقة كلها بإذن الله ستكون كلها تحت أقدام المجاهدين بإذن الله. جزاك الله خير أخونا أبو حازم.